بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة. انطلاقة الشوط 18 لفئة اللقاية القعدان ينطلقون مسافة 5 كيلومترات. رحلتي هذا الشوط الحاملة بطياتها هذه الأعداد الكبيرة التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار. الصباح المميز على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة. أول الأسماء يتواجد وينطلق مشوش لصالح بن راشد الدعباء على المركز الأول، ينطلق مع الصدارة والقيادة والريادة. بينما المركز الثاني يصل مروح لعبد الهادي بن علي بن مانع بودواس على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القادم والحاضر هنا الفايز لحمد بن سعيد الجربوعي، هنا يتقدم شعار الدهن الحاضر على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدي الكرام مستمعينا إلا فاضل أتابع هنا شعار بن سالمين الحاضر مع لشقر عبيد بن حمد بن سالمين المري على المركز الرابع. المركز الخامس، خامسا يصل مهند لفهد بن علي بن عبد الله المهندي، يتقدم مشاركا بانطلاقة مهند على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى التي تنطلق وتسيطر على دائرة النداء والاذاعة باول نداء. اتممتها على مسامعكم بالوفاء والتمام للخمس المراكز الاولى التي تنطلق وتسير في هذا التحدي الكبير، ولكن هنا شعارات واسماء واعداد كبيرة تشارك في هذا التحدي غادمة من اجل المنافسة ومن اجل الناموس والانتصار. نعود مع مجرى الشوط، نعود مع البداية والمقدمة مع الصدارة. اول الاسماء شعار الدعبة ما زال يحتل المركز الاول، مشوش لصالح بن راشد الدعبة، ولكن شعار بالعرج يتسلل، غازي يغزو المقدمة ويتسلل الى الصدارة مباشرة. حسين بن راشد بالعرج المري على الصدارة ينطلق وينفرد مع المركز الاول مع غازي الذي غزا الصدارة واحتل المركز الاول. نتابع المركز الثاني القادم والحاضر هنا مشوش لصالح بن راشد الدعبة على المركز الثاني. المركز الثالث القادم والحاضر في هذه المنافسة شعار الكاموخة، ولكن يتقدم البارود مطر بن سلوم بن مسلم الجنيبي على المركز الثالث. المركز الرابع شعار منخس حاضر بالمنافسة بتواجد واندفاعة المشغل محمد بن كردي بن طالب المنخس على المركز الرابع. والمركز الخامس مروح لعبد الهادي بن علي بن مانع بدواس العجمي حاضر ومتواجد في هذه المنافسة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الكرام مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء الأولى التي تسيطر وتنطلق، ونرى الأسماء ونرى الأعداد التي تقدمها لنا قناة الريان الناقلة لأحداث ومجريات المحلي السادس برفقة قناة الكاس. نتابع المنافسة، نتابع اللقطات الجميلة، نتابع الأعداد الكبيرة التي تشارك بالمنافسة والتحدي في هذا الموروث الشعبي الكبير والمميز. نعود مع صدارة غازي 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 غازيا للناموس، غازيا للانتصار بالشعار بالعرج الحاضر والقادم في هذا التحدي الكبير برفقة الخطير بريك بالعرج المري الذي يتابع الذي ينطلق الذي يراقب اندفاعة غازي على الصدارة وانفرادته بالمركز الأول. يقرد وحيدا خارج السرب باندفاعة هذا الشعار الذي قدم الكثير والكثير من الإنجازات في هذا التحدي الكبير وبهذا العالم الساحر. ولكن نرى شعار المركز الثاني الدعبة حاضر، شعار هزر القادم مشوش على المركز الثاني، صالح بن راشد الدعبة على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم البارود الحاضر والمنطلق مع مطر بن سلوم بن
مسلم الاجنبي، ولكن تسلل المنخس بين دفاعات مشغل محمد بن كردي بن طالب، المنخس على المركز الثالث، المركز الرابع الاجنبي، والمركز الخامس نرى الشعارات الحاضرة والاسماء المميزة، شعار زايد بن سعيد الخيارين وصل مع لزام، محمد بن نهار النعيمي غادم ومنطلق في هذا التحدي الكبير والمميز. ولكن نعود مع البداية، نعود مع غازي الذي انطلق وسار في هذا التحدي الكبير باندفاعة المركز الأول بانفرادته المميزة، ينطلق غازي حسين بن راشد بالعرج المري، ينطلق وينفرد مع المقدمة ومع الصدارة، باحث وطامع بهذا الإنجاز، ينطلق في هذا التحدي. بدت الحركة، بدت الأوامر بانطلاقة غازي الذي غزا الناموس والانتصار برفقة هذا الشعار الكبير، برفقة هذا النجم المميز الحاضر والمنطلق دائما بالمنافسات المميزة والمقدم للكثير من الإنجازات. بريك بن راشد بالعرج المري يتقدم إلى التحدي وإلى المنافسة بانطلاقة هذا الشعار الكبير، غازي يغزو المقدمة، ينتصر بناموسي هذا الشوط ويحقق الانجاز. تهانينا والف مبروك من هذه اللحظات الحسين بن راشد بالعرج المري والخطير، بريك بالعرج المري الذي فاز وانتصر وحقق هذا الناموس. تهانينا والف مبروك لحسين بن راشد بالعرج المري على فوز غازي وتحقيق الانجاز. المركز الثاني وصل سهيل للسلطان بن مسعود بشريدة، المركز الثالث وصل ترند لناصر بن سعيد بالحول المري، المركز الرابع شعار بتشان مع نجران بتشان بصالح اليامي، المركز الخامس منعوت لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجي. هكذا مشاهدي الكرام والمتابعين إلا فاضل تابعتم معنا المنافسة، فكان غازي حاضرا متوجا بهذا الناموس، 7 دقائق 40 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحسين بن راشد بالعرج المري وإلى الخطير بريك بالعرج من تابع غازي محققا هذا الانتصار. المركز الثاني جاء سهيل، تهانينا والناموس لسلطان بن مسعود بشريدة على فوز سهيل في المركز الثاني، والتوقيت الزمني 7 دقائق 45 ثانية، 72 جزء من الثانية. تهانينا على فوز سهيل في المركز الثاني. المركز الثالث وصل ترند 7 دقائق 46 ثانية، 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن سعيد بن عبد الله بالحول على فوز ترند في المركز الثالث. تهانينا